بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد المحاضرة 14 من جافا سكريبت في دورة الويب ديفلوبمنت، وهنتكلم فيها عن إنشاء الكائنات باستخدام الدوال اللي هي الكونستراكتورز. طبعا احنا خدنا المرة اللي فاتت طريقتين. الطريقة الأولانية كانت بتتمثل إن احنا بنعمل فار وماي فون ونفتح قوسين وبعد كده نحط فيهم الخواص وبعد كده نبتدي نستخدم الماي فون على أساس إن هو أوبجكت. الطريقه الثانيه كانت ان احنا بنعمل var وماي فون، تمام كده، بعد كده بنقوله بيساوي نيو اوبجكت، وبعد كده ببتدي اديله الخواص وادي القيم بتاعتها، وبعد كده ابتدي اتعامل مع الاوبجكت دوت، اتبع الاوبجكت او اتبع الخواص بتاعته. الطريقه الثالثه النهارده هتتكلم ان احنا هنعمل كونستراكتور. كونستراكتور اللي هو يعني الداله الناشئه او الداله البناءه للاوبجكت نفسه، تمام كده، وبعد كده من خلالها هنبتدي نولد بقى الخواص والقصه دي كلها، وبعد كده هنستخدم النيو كي وورد بس مع الكونستراكتور نفسه. تعال نشوف الكلام ده هيتم ازاي. هنيجي هنا في فايل وهنختار نيو، تمام كده، وهنختار HTML وهنسميه انشاء الكائنات باستخدام الدوال البناءة. انشاء كائنات باستخدام الدوال البناءة اللي هي الكونستراكتور زي، وبعد كده نقول له كرييت، تمام. وبعد كده هنيجي هنا هنختار فايل وهنختار سيف، وهنيجي هنا في الجافا سكريبت توتوريالز اللي هو الموقع اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، وهنكتب اوبجكتس نسميه اوبجكتس كونستراكتورز، اوبجكتس كونستراكتورز كونستراكتورز بهذا الشكل. طبعا دوت HTML وهنقول له ايه سيف. دلوقتي عندي اوبجكت كونستراكتورز دوت HTML، تمام كده، تمام. طبعا هنخلي الاتجاه بتاعنا يمين، فهنكتب هنا طير وهنسميها RTL، وهنختار الخاصيه RTL، وبعد كده اللانج نفسها هنخليها AR، تمام. وبعد كده هنيجي في البادي نفسه هنحط باراجراف وليكن بي تاج، تمام، وهنقول له انشاء الكائنات باستخدام الدوال كونستراكتورز. اوكي كده عندي باراجراف، والباراجراف ده في ناحيه الشمال. طيب ايه اللي هنعمله؟ اول حاجه طبعا هنعمل سكريبت. هنيجي هنا نعمل سكريبت لان احنا شغالين على جافا سكريبت. كلمه العربي ده بيجنني. هنكتب كده كلمه سكريبت بهذا الشكل. طبعا التايب بتاعها يكون تكست على جافا سكريبت تايب، سوري، طيب انا هنكتب من داخل ده تايب. اوكي التايب هيكون تكست على جافا سكريبت بالشكل ده. طيب هنقفل القوس كده وهنيجي اول حاجه هنا هنعمل ايه. اول حاجه هننشئ فانكشن. هننشئ ايه؟ فانكشن اللي هي الداله البناء. هنقول له فانكشن طبعا سمول، تمام كده، اللي هي الداله البناء. هندي الفانكشن دي نيم، هنقول له مثلا وليكن فون، ماشي كده. وبعد كده هنحط الخواص اللي احنا عاوزينها للاوبجكت ده كبارامترات للفانكشن دي. يعني هنفتح قوسين كده بالشكل دوت. اول حاجه هنحط مثلا وليكن الميك اللي هي الصناعه، وبعد كده هنحط الموديل اللي هو الموديل بتاع الفون نفسه، الوارنتي اللي هو الضمان، وبعد كده هنحط الكلر تمام كده اللي هو اللون، تمام. وعشان دي فانكشن ودي البارامترز بتاعتها هنيجي بعد كده هنفتح قوسين كده براكتس بالشكل ده. يبقى هي دي الداله البناء اللي هتبني الاوبجكت. طيب عاوزين بعد كده يعني ندي خواص الاوبجكت، هنستخدم كلمه او زيس. كلمه ايه زيس؟ كلمه زيس دي عباره عن كلمه ريزيرفد وورد، والكلمه دي بتشاور للاوبجكت. بتشاور لمين؟ للاوبجكت. يبقى لو جيت هنا قلت له زيس دوت ايه اول حاجه مثلا ميك، تمام، هيساوي ميك اللي هي دي، وهجيب بعد كده زيس اللي هتشاور الاوبجكت نفسه،
دوت موديل موديل بالشكل دوت، هتساوي برضو ايه كلمة موديل، وبعد كده this dot warranty و warranty ty هتساوي ايه warranty warranty تمام كده. واخر حاجة this dot color this dot color color اوكي هيساوي color color بهذا الشكل، وهحط فاصلة ايه من نقطه. دي معناها ايه؟ معناها انت لو دخلت البارامتر هنا اللي هو الميك مثلا ده كده، هياخد الميك ده وهياخد الميك دوت هيعمل له اساين لمين؟ للخاصيه اللي اسمها ميك بتاعت الاوبجكت اللي هيبقى طالع من الفون ده تمام كده، وهياخد الموديل اللي هو البارامتر اللي داخل وهيحطه للخاصيه اللي اسمها موديل اللي خاصه بالاوبجكت اللي هيطلع منين؟ من الداله ديت. وبعد كده هياخد الورنتي وهيديه للخاصيه اللي اسمها ورنتي للاوبجكت اللي طالع برده من الداله اللي هي فوق، وهياخد الكلر وهيديه للخاصيه الكلر للاوبجكت اللي طالع من برده ايه؟ من الداله اللي هي فوق. طيب كده خلصنا الداله البنائيه اللي هي هتبني للاوبجكت نفسه تمام كده؟ تمام. هنبتدي بعد كده هنطلع الاوبجكت ازاي؟ الاوبجكت هنعلن عنه كانه var عباره عن فاريبل ايش كده، وليكن ماي فون ماي فون تمام هيساوي النيو تمام كده، ادي النيو اهي نيو ايه فون نيو ايه فون، بعد ما كنت بقول نيو اوبجكت هقول نيو ايه فون. طبعا الفون دلوقتي محطوط له ايه بارامترات، هرمي له بقى البارامترات بتاعته. يعني اقول له ابني لي اوبجكت سميه الماي فون، وخده من الداله البنائيه اللي اسمها فون، وخد البارامترات اللي هي الخواص بتاعته من الحاجات اللي هحطها لك دلوقتي مش كده. اول حاجه الميك طبعا سامسونج سامسونج تمام، وهعمل فاصله خليها في الاخر فاصله، وبعد كده احط الموديل وليكن جي 7 جي 7 تمام، وبعد كده هحط الورنتي وليكن 12 سوري 12 ده بالعربي جي 7 او انجليزي 12، وبعد كده مسافة وفاصلة، واحط الكلر وليكن ايه بلاك اللي هو اسود اسود. طيب كده في اشكالية في الترتيب، اشكالية فين في الترتيب؟ المفروض يا سيدي اول حاجة تيجي اللي هي مين الصناعة اللي هي سامسونج ديت. طيب تعالى نترتبهم تاني عشان بس مبقاش في مشاكل في العربي، ده ما بحبش العربي كتير بس يعني لازم تعمل ايه معاه، ما هو ده اللي احنا عاوزينه اصلا تمام كده. اخد مسافة واحط اول two objects، مسافة تانية احط الفاصلة. طيب خليها بالانجليزي احط كده، خلينا ايه في المسافة، وبعد كده اخد فاصلة، وبعد كده هنا خلينا في المسافة فاصلة، هنا نكتب 12 فاصلة، هنا نحط ديت وهنخلي فيها مسافة وهنكتب اسود، وهنا مسافة وهنكتب سامسونج سونج، وهنا هندي مسافة وهنقول له جي 7 تمام. وتعال نشوف الويندو
كانش كده، نضطر نعملها نعملها في متغيرات، نرمي المتغيرات بس دي بقى هو الحل بتاعها كده يعني. هنقول ويندو دوت كونسول، انا اصلا متاكد ان هو هيطلع لي خطا لان اصلا الترتيب كده مش مظبوط. كونسول دوت لوج، تمام كده. واروح فاتح قوسين اقول له ماي فون، بعد ماي فون وشوفوني ماي فون. اوكي، واروح اتفصل ايه من نقطه عندها كنترول اس، وتعالى نضغط على اف 12 من تحت المفاتيح، تمام. تعالى نضغط اف 12 مره تانية عشان نجيب الكونسول. تمام، لا والله ظبط. جايب لي الكالر اسود والميك سامسونج والجي 7 اللي هو الموديل والورد اللي هو 12، وعاطين اللي هو النوع بتاعه ايه اوبجكت، حاطط النوع بتاعه اللي هو ايه اوبجكت اللي هو مين ده الفون. ده الفون اللي عرفته قبل كده اللي هيديله ايه البناء، لكن الماي فون ما طبعهوش، هو يعتبر طبعه كده صح كده. طب تعال نطبع حاجه تانية عشان نتاكد، تعال نطبع حاجه تانية، تعال نقول ويندو دوت كونسول عشان نتاكد بس ان هو ايه جابه يعني، تمام كده. دوت لوج، وهروح فاتح اقول له ماي فون، ماي فون دوت مثلا كلر، دوت كلر، هنشوف هيطبعه ايه. كنترول اس، هو جاهز بس العرض هنا في ال في الدريم ويفر هو اللي ملخبط الدنيا، واذا حصلت مشكله زي كده حط متغيرات وارميها جوه ايه جوه ال ال التعريف بتاع الفانكشن نفسه بتاع الداله كونستراكتور، ورايح دماغك مش كده. النظام ماشي معاك صح، بس انا ما بفضلش طبعا ان كنت تبقى الدنيا ملخبطه كده، يبقى كده تمام. انا ممكن برضو اظبطها معاكم على اساس ان تبقى ايه بهذا الشكل. تعالى نضغط كنترول اس، وتعالى نرجع لل الجوجل كروم ونعمل ريفرش. هتلاحظ ان هو جاب لك الكالر بتاعه ايه اسود، يعني هو كده ماشي مظبوط صح كده تمام كده. بس احنا ممكن بنقول عشان العرض هنا عشان عربي هو اللي بيعمل مشكله فين في بيلف الدنيا، لكن هو الترتيب ماشي صح. لو في اشكاليه فانت بتيجي بقى ربنا يعيننا بقى ونروح كاتبني كل واحده بيه باسمها، فوار مثلا ام مثلا وهنحط فيها السامسونج، وفوار مثلا ام او وهنحط فيها الجي 7، وفار دبليو مثلا هنحط فيها ال 12، وفار تاني كلر وهنحط فيها اللون الاسود، وبعد كده ارمي الفارات ديت او ارمي المتغير ديت جوه هنا، وهو هياخدهم بقى يظبط ايه الشكل بتاعهم على اساس ان بس الكود يكون متركب بدل ما يكون ملخبط بالشكل دوت كده. انت ممكن ما تعرفش ايه اللي داخل وايه اللي طالع مش كده. دي طريقه، تعال نجربها مع بعض. تعال نعمل فار، وفي الفار هنا اول حاجه هندي مثلا ولكن امي ده هيساوي اللي هو ميك، يعني اتصل للميك ونسميه سامسونج. سامسونج تمام. الفار اللي بعد سوري كنت بالظبط، الفار اللي بعديها هيكون ام او، ام او وهنسميه اللي هو مثل الموديل جي 7، جي 7 تمام كده. والفار الثالث، الفار الثالث هيمثل الوارنتي هنسميه دبليو اي مثلا وهندي له قيمه 12. والفار الاخير هيكون الكلر ده عشان بس العربي، لكن هو الانجليزي ده كنت هتكتب على طول ما فيش مشكله، ما هو الترتيب يطلع صح. الفار اللي هو كلر سميه مثلا سي او وهي مثل الكلر يعني، وهيدي له اللون بتاعه اسود او فضي تمام كده. طيب وهندخل الفرد هنا اول واحد، تعال شيل القصه دي كلها من اول هنا لين هنا، هفتح القوس واحط السيميكولون عشان ما انساش. واول فاريبل عندنا اللي هو هيمثل الام، تاني فاريبل عندي هيمثل الام او، تالت فاريبل عندي هيمثل الدبليو اي، رابع فاريبل عندي هيمثل اللي هو ايه سي او. ده بس ده عشان العربي يا جماعه. وضع كنترول واس تمام كده، وتعالى نشوف هيطبعهم ازاي على على الكونسول. هنعمل ريفرش، لاحظوا اهو الاوبجكت بتاعي من نوع ايه فون تمام، سامسونج جي 7 تمام كده، الوارنتي 12 اللون فاضي،
وطبعا لك بعد كده في الاخر ايه ان هو فاضي. تمام كده؟ تمام. يبقى كده استطعت ان انا انشئ الاوبجكت اللي هو بتاعي ده، الاوبجكت بتاعي اللي هو الماي فون اهو، اللي هو var my phone بيساوي نيو فون كذا. تمام كده؟ باستخدام الداله البناءه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها فون. يعني كنت سكول الحلقه اللي فاتت كان هو لما يجي كنا استخدمنا ان الماي فون بيساوي نيو اوبجكت، كان بيطبع لك التايب بتاعه هنا، كان بيطبعه في الكونسول على اساس ان هو ايه؟ اوبجكت. لكن هنا هو هيطبعه على اساس ان هو ايه؟ فون، لان الداله المسؤوله عن توليد دلوقتي هي مين؟ داله الفون اللي هي بشكل ايه؟ بشكل ده. تمام. موضوع المتغيرات اللي احنا استخدمناها عشان الترتيب، لكن انت هتكتب الانجليزي هينزل على طول كل حاجه مترتبه زي الجاهزه، وما كنتش هتستخدم ايه متغير، بس عادي يعني زي هي نفس الكلام، هي نفس القصه يعني. تمام، بس عشان الكود يكون اكتر ايه ترتيبا. بكده نكون خلصنا الحلقه ديت ان شاء الله، وهنشوفه في الحلقه الجايه. هنحاول نحط فانكشنز، وهنحاول نحط يعني خواص زياده، وهنحاول نستنسخ اوبجكت من اوبجكت تاني وهكذا. كان نكون ان شاء الله هنعرفه الحصه الجايه. اذا عجبكم الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير لي، واذا عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه، وكون لكم شاكرين. واشكر كل اللي اشتركوا معنا في القناه وساهموا معنا في ان احنا نوصل لمرحله كويسه داخل القناه. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.